مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصين المالي والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. شهد مؤشر مديري المشتريات في هونغ كونغ ارتفاعا لشهرين متتاليين، حيث سجل على مستوى له منذ 11 عاما. هذا يدل على زخم النمو الاقتصادي القوي في هونغ كونغ. وحسب أحدث نسخة من مؤشر المراكز المالية العالمية، لا تزال هونغ كونغ أكبر مركز مالي في آسيا، مما يدل على مكانتها الرائدة في القطاع المالي العالمي. وبمناسبة ذكرى 25 لعودة هونغ كونغ إلى حضن وطن الأم، سنسلط الضوء على التنمية الاقتصادية في منطقة هونغ كونغ مع ضيفنا اليوم عبر الإنترنت سيد فو جيمين، وهو أستاذ من جامعة بكين. مرحبا بكم أستاذ فو. أهلا وسهلا. وقبل حديثنا مع ضيفنا اليوم لنتابع تقرير تالي أولا. هذه الأيام علقت العديد من الأماكن في هونغ كونغ العلم الوطني وعلم المنطقة وشعارات التحية للاحتفال بالذكرى 25 لعودة هونغ كونغ إلى حضن الوطن الأم. وخلال السنوات 25 الماضية اجتهدت وتطورت هونغ كونغ مع إخوانها وأخواتها في العائلة الكبيرة، وشاركت في المجد والازدهار والرخاء للوطن الأم. جلبت الخطة 15 فرصا جديدة لتنمية هونغ كونغ، وتشير الخطة إلى بناء هونغ كونغ لتصبح مركزا دوليا للابتكار والتكنولوجيا. When you look at the last 10 years, especially the last 5 years, I have to say the innovation and entrepreneurial ecosystem has developed quite substantially in Hong Kong. And this is very encouraging because this has not been happened before. Hong Kong is about finance, it's about trade and professional services. And this is probably the first time in my memory in the last 50 years that tech innovation is also become a very important thing, especially for the younger generations. يعد الابتكار والتكنولوجيا حجر الزاوية للتنمية المستقبلية لهونغ كونغ، وعاملا رئيسيا في تشكيل نقطة نمو جديدة لاقتصادها. يحظى تطور الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ بتشجيع ودعم كبير من الوطن، وأكدت الدولة دعمها لبناء هونغ كونغ لتصبح مركزا دوليا للابتكار والتكنولوجيا في الخطة 15. I've started serving Innovation and Technology Commission since 2006. So I would say the last 5 to 7 years, I would say it's a golden age for innovators. In the national 14-5-year plan and the GBA development plan, it said clearly that Hong Kong has a role to play. So all this support will enhance the entire INT ecosystem. في الواقع، إن الجهود التي بذلتها هونغ كونغ لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية حققت نتائج مثمرة، وقد أصبحت هونغ كونغ نقطة جذب للمواهب الشابة من الداخل والخارج. I think now Hong Kong has a lot of opportunity to have innovation, especially I think over the last year the government is investing a lot more into our students' ideas. And actually at my school I'm in the entrepreneurship society and they're very encouraging on the innovation. نعم أستاذ فو، نعلم هذا العام يعني عام يصادف الذكرى 25 لعودة منطقة هونغ كونغ إلى الحضن الأم، وأيضا خلال سنوات يعني 25 الماضية نجحت هونغ كونغ في مواجهة الصدمات مثل يعني أزمة مالية الآسيوية ووباء السارس، وأيضا أزمة المالية العالمية، وأيضا عززت مكانتها كمركز الدولي يعني الدولي لمال والشحة والتجارة. فحسب يعني رأيكم، ما هي أسباب وراء نجاح يعني هونغ كونغ في التغلب على هذه الصعوبات وقدم إلى الأمام؟
اوكي على مدى سنوات 25 سنه الماضيه هونغ كونغ قد نجحت في المواجهه في الوجه الازمه الماليه الاسيويه ووباء سارس وازمه ماليه دوليه وتعزيز مكانتها كمركز مالي الدولي والشحن والتجاره. وما هو سبب يعني كما يعني ممكن نذكر ان البلد الصين هو اقوى دعم لهونغ كونغ. هونغ كونغ في عملية حل مشكلاته هو أهم القوة. إن هونغ كونغ يعني يمكن أن تكسر من أي خلال الصعوبات ومواصلات التعزيز سواء من مواهب خاصة بها ونظام التضامن المدني وغيرها من المزايا، ولكن أيضا لا يمكن فصلها عن دعم الدولة. إن هونغ كونغ كجزء من بلد ككله. هونغ كونغ كما هناك مثل يقول هونغ كونغ جيدة والوطن الأم جيد. الوطن جيد، هونغ كونغ سيكون أفضل. إن هونغ كونغ هي جسر فعال وممر يربط بين البر الصين ومع العالم، وينبغي أن نبذل أقصى جهودنا لاستفادة من مزايا فريدة من نوعها ومساهمة في تنمية الوطني. إن بلد واحد ونظامان في هونغ كونغ هو الحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. ففي هونغ كونغ وفي سنوات الماضية 25 سنة البلد واحد ونظامان تم تنفيذها بنجاح في هونغ كونغ، ونحن نريد أن نجعل هونغ كونغ أكثر نجاحا وإلى مستوى أعلى في تنمية شاملة وسمعة في الدولة. نعم أستاذ فو، عندما نتحدث عن هونغ كونغ دائما يعني يتبادر في أذهاننا يعني اللؤلؤ في الشرق، وأيضا هو مركز المالي وللتجارة وللشحن، وأيضا نحمل ربما تسميتها يعني الجديد يعني أيضا المركز ابتكار للتكنولوجيا. فيما يتعلق بتطور في هذه المجالات يعني أين يمكن تحقيق تكامل المزايا بين هونغ كونغ والمناطق الأخرى في الصين؟ كواحد من أهم ثلاثة مراكز المالية في العالم تتمتع هونغ كونغ بتكاليف تمويل منخفضة قد شكلت فرق سعر الفائقة متحملة. إنها خيار الأول لمؤسسات الصين لإجراء تمويل الدولي وقناة مهمة لأموال خارجية لدخول إلى الصين. وأيضا بالنسبة إلينا يعني هناك يحتاج هيكل سوق رأس مالي متعددة المستويات في الصين إلى مزيد من التحسين أيضا. وهناك السبب الآخر وهو العلم الرائد في هونغ كونغ لمشاركة في انفتاحة شاملة للصين وبناء نظام اقتصادي حديث، أي تشجيع المحنيين المواطنين في القانون والتمويل الملكية الفقرية. أين يعني ممكن نقول هناك مشروع مهم جدا وهو يعني منطقة الخليج الكبرى. فهذه تنمية متكاملة لمنطقة الخليج الكبرى يعني كونغدونغ وماكاو وهونغ كونغ في هذه المنطقة سوف تساعد صناعة الخدمات هونغ كونغ على تحرك نحو راقية. على رأس المراكز الأربعة التقليدية مثلا المركز المالي الدولي ومركز الشحن الدولي ومركز التجارة الدولية ومركز آسيا والمحيط الهادي الدولي للخدمات القانونية وتسوية المنازعات. وأيضا يكون هناك المراكز الأربعة الأخرى وهو محور الطيران الدولي والابتكار الدولي ومركز التكنولوجيا ومركز إقليمي والملك الفكري. لأن يعني هذه منطقة هونغ كونغ كانت منطقة مركزية في التجارة والاقتصاد العالمية، ولكن في حاجة إلى ابتكار واختراع. فنتمنى تكون هونغ كونغ ستكون مركز ابتكار. وأيضا قامت شنجن هذه منطقة بجوار هونغ كونغ وهونغ كونغ بشكل مشترك لبناء محرك ابتكار تكنولوجي ذو تأثير العالمي. ترتبط شنجن وهونغ كونغ بالجبال والأنهار فقط، وهما مترابطتان وتشاركان في نفس الأصل. فأيضا من أجل تعزيز التعاون ومتعمقة في العلوم التكنولوجية بين شنجن وهونغ كونغ، فإن هذه منطقة التعاون في مجال العلوم التكنولوجية وإبتكار في شنجن وهونغ كونغ باعتبارها منطقة خاصة للعلوم التكنولوجية. وأيضا تفتح مجموعات من وسطاء العلوم التكنولوجية وجزيرة منعزلة من الابتكار التكنولوجي
بحيث يمكن ربط الابتكار والتكنولوجي ويحول إنجازاتي بسلاسلة. ويمكن أن تكون قمة ابتكار تكنولوجي أتكرت في السوق. وأيضا هناك بعض المزايا التنمية الاقتصادية في الصين كلها للوطن الأم. مثلا بدأت تظهر مزايا اقتصادية واسعة النطاق. وأيضا بالنسبة إلى الصين يعني كلها فيها هناك يعني سوق كبيرة جدا، وأيضا بالنسبة إلى تكلفة الأيدي العاملة رخيصة، وما زال يمكن هونغ كونغ أن تستفيد من هذه الأيدي العاملة الرخيصة. وأيضا هناك كمية كبيرة جدا من إيداعات الفلوس في الدخل يعني في البنوك، فيمكن أن نحن نستثمر ما تحتاج إليه من الصناعات التكنولوجية وأيضا ابتكار في هونغ كونغ. وأيضا أخير، كما أن أدى تسريع التحول الاقتصادي في بلدي إلى توسيع مجال جديد للتنمية الاقتصادية، فقد أجرى البلد يعني الصين تعديلات استراتيجية على الاقتصاد المملوك الدولية. فيمكن نقول إن هذه الأشياء والمزايا تساعد على تطوير المركز التكنولوجي والتكنولوجيا لهونغ كونغ. نعم، يعني كل هذه المزايا لتنمية الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ. وأيضا ذكرتم قبل قليل يعني هونغ كونغ يعني عنده نشاط في تنمية اقتصاد يعني كمركز المالي والشحن والتجارة. وأيضا يعني هونغ كونغ تتمتع ببيئة يعني أعمال المستقرة، وأيضا نظام ضريبي العادل ومعقول، وأيضا يعني تشارك في يعني المشروعات استثمار وبناء لبنية تحتية في العالم للنقل عبر الحدود للتجارة. فتعد هونغ كونغ نقطة مهمة في بناء الحزام والطريقة، وشريكا في تداول المحلي وقناة المهم لتداول المزدوج المحلي والدولي. فحسب نظريتكم، ما هو الدور الفريد الذي تلعبه منطقة هونغ كونغ في مبادرة حزام والطريق؟ تلعب هونغ كونغ دورا مهما جدا الفريد جدا في بناء حزام طريق. أولا تعزيز الالتحام والتعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وإفساح مجال كاملا لدور منطقة التعاون كمنصة لخدمات الشركات لتصبح عالميا، ودعم المؤسسات في المكانين للاستثمار وبدء الأعمال التجارية في منطقة التعاون، ولاستخدام مزايا منطقة التعاون التطوير الأسواق الدولية. وثاني هو إبكار التشغيل والتطوير وتقديم خدمات احترافية، لأن يعني كانت الإفساحة والمجال الكاملة بمزايا خدمات المهنية في هونغ كونغ، وقدم وأيضا وقام بالتعاون في النموذج تنمية المنطقة التعاون المبتكرة. وأيضا وهناك شيء الثالث هو بناء منصة الاتصال يتبادل الخبرات التنموية، لأن يعني كيف نحن نستفيد من خبرات والتجارية أو تجارب من التطور والتطور يعني في منطقة هونغ كونغ، فيمكننا نحن نوفر التوجيه السياسي وضمانات الخدمة المؤسسات في مكانين المشاركة بشكل أفضل في بناء منطقة التعاون وتعميق التعاون الاستثماري مع بلد المضيف، حتى تتمكن المزيد من الشركات من فحل بيئة الأعمال في منطقة التعاون والبلد المضيف. يعني وثالثا ورابعا وهو تعزيز الدعم المالي لتلبية احتياجات رأس المال. فيعني هناك طلب قوي على تمويل في بناء منطقة التعاون. كمركز المالي الدولي تتمتع هونغ كونغ بقدرات تمويلية قوية وخدمات مالية عالية الجودة التي يمكن أن تساعد منطقة التعاون في بناء منصة استثمار والتمويل وتحقيق تنوع التمويل. والخامس هو زيادة توظيف المواهب ودعم المواهب أيضا. فتتمتع هونغ كونغ بمستوى تعليمي وتربوية عالمية مستوى، ونظام مواهب الدولي بمساعدة مزايا موارد بشرية في هونغ كونغ، وتعمل على تحسين إدخال مواهب ونظام تدريبي في منطقة التعاون وتساعد الدولي المضيف إلى تقديم مواهب المركبة وتنمية. نحن نعرف أن الجامعات في هونغ كونغ
جامعة لها مستويات عالية جدا، ويعني كلهم يعني هناك اتصالات وترابطات بين جامعة هونغ كونغ وجامعات الأخرى، ومعظم الطلاب لهم فرص في السفر إلى دول المتقدمة لدراسة هذه الأشياء، ليس من التكنولوجيا والعلوم فقط، نعم. فقط بل يتعلم من خبرات وأيضا وتجارب في إدارة المؤسسات وإدارة البنوك، وخاصة في شؤون التكنولوجيا في الرقمية والتكنولوجيا المالية وأيضا هذه الأشياء، ويمكننا أن تساعدنا في تربية هذه المواهب في المؤسسات الإدارية العالمية في شؤون مثلا المالية والتجارية، لأن نحن في حاجة إلى هذه المواهب وإلى هؤلاء الأحفاء في إدارة المؤسسات مهمة جدا. وأخيرا وهو في خدمة الشحن، لأن هونغ كونغ هي ميناء مشهور جدا في العالم، فلهم هذا الخبر في خدمة الشحن وأيضا في السلع والخدمات، وأيضا هم يعني كيف يستثمروا استثمارات الأجنبية من الدول الأخرى، أيضا يعني هم يعني كيف يستثمر، وأيضا نحن سنستثمر مع أننا عندنا نقل كثير، عندنا فرص كثيرة، ولكن ربما نحن في حاجة إلى بحث الفرص للاستثمارات أي مؤسسات مناسبة. أعتقد أن في كل هذه النطاق فيمكن هونغ كونغ ستساعدنا في الحزام الطريق، وخاصة في هذه النطاق مهمة جدا في مبادرة حزام الطريق. نعم، شكرا جزيلا أستاذ فو على هذه التعليقات. نأخذ فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، الآن سنتابع تقرير تالي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة. أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث المستهلكون العالميون. التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال فقط على CGTN العربية. في السنوات الأخيرة يتقدم بناء منطقة خليج كوانتون هونغ كونغ ماكاو الكبرى بخطوات ثابتة ومدفوعة ببناء منطقة الخليج الكبرى، تسرع هونغ كونغ اندماجها في التنمية الوطنية الشاملة. ومنذ إطلاق برنامج توظيف الشباب في منطقة الخليج الكبرى في العام الماضي، قد اجتذب البرنامج أكثر من 1000 شاب من سكان هونغ كونغ للعمل ومواصلة حياتهم المهنية في مدن البر الرئيسي الصيني. ويعد هذا البرنامج جزءاً من جهود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للمساهمة في التنمية الوطنية. هونغ كونغ有市场化、国际化、法治化的经验，可以提供非常好的人才到 大湾区内地城市去发展。我们去年推出了一个大湾区青年的就业计划，现在超过1000多个相关青年呢，已经在大湾区在计划之下工作了。 عادة ما يبدأ صباح ميشيل بكتاب وفطور صيني شعبي. هذه السنة الخامسة لها للعيش في البر الرئيسي الصيني، وأيضاً السنة الأولى للعمل في شركة التكنولوجيا العملاقة الرائدة عالمياً تينسنت. تخرجت ميشيل في جامعة بكين وانتقلت إلى شينجين لهذا المنصب. I would say Shenzhen is a place where you can unleash your potential, explore different job opportunities, and you can also enjoy diversity of different culture, food and people. ميشيل هي واحدة من آلاف الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل شركات البر الرئيسي في إطار برنامج توظيف الشباب في منطقة الخليج الكبرى. يقدم هذا البرنامج 2000 وظيفة في منطقة خليج كواندون هونغ كونغ ماكاو الكبرى، وشباب هونغ كونغ الذين حصلوا على درجة البكالوريوس أو أعلى مؤهلون لبرنامج التوظيف، ويضمن لهم الحد الأدنى لراتب شهري قدره 18000 دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي.
Well, I know a lot of young people from Hong Kong may know a lot about GBA from the news, from the social media. But as for me, I'm now working in Shenzhen, part of the GBA. I can see a lot of fascinating opportunities and fancy things around us. So here, I really hope that young people can cross the boundary and come to Shenzhen, come to the GBA to explore different opportunities. وفقاً لآخر استطلاع أجراه اتحاد هونغ كونغ لمجموعات الشباب، فإن 64% من المتقدمين على استعداد للانضمام إلى برامج خبرة العمل أو التدريبات في منطقة الخليج الكبرى. نعم أستاذ فو، قبل قليل ذكرتم يعني البناء المنطقة خليج الكبرى، يعني بناء غواندونغ وهونغ كونغ وماكاو، وأيضا يعني نعلم خلال سنوات 25 منذ يعني عودة هونغ كونغ إلى حضن وطن الأم، يعني تعمقت تبادلات وتعاونات بينها وبين البر الصيني يعني الرئيسي باستمرار. فبرأيكم ما هو دور هونغ كونغ في تنمية منطقة الخليج الكبرى؟ فيعد تعزيز منطقة خليج غواندونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى استراتيجية وتنمية وطنية رئيسية، وتم التخطيط لها ونشرها وتعزيزها من قبل الأمين العام شي جين بينغ. وتعد هذه منطقة خليج غواندونغ ويعني هذه خليج المنطقة الكبرى أفضل منصة لهونغ كونغ للاستفادة بمزايا فريدة. منذ بدء بناء هذه منطقة الخليج الكبرى، شاركت هونغ كونغ بنشاط واندمجت بشكل كبير جدا في تطوير هذه المنطقة وتعظيم المزايا الفريدة وتعزيز ببناء منطقة الخليج الكبرى لتحقيق اختراقات جديدة باستمرار. ويعد الاتصال عبر حدود لإدارة الثروات مثالا جيدا على ذلك. وفي عملية التكامل أصبحت هونغ كونغ وشنجن المدينتين اللتين تتمتع بأعلى درجة ارتباط وأوثق تعاون. وبحلول نهاية 2020 كان هناك أكثر من 11,000 شركة ممولة من هونغ كونغ مسجلة في منطقة التعاون في شنجن، مع رأس مال مسجلة بقدرتها تريليون يوان يعني، والإظهار مزايا والحيوية المؤسسة لدولة واحدة ولنظامان. فهناك يعني بالنسبة لهذه الحيوات النشاطات ناشطة هناك من ناحيتين، من ناحية الأولى هي الداخلية والتعزيز أو تطبيق التكنولوجيا الناشئة. إن بناء مركز ابتكار وطني للعلوم والتكنولوجيا له تأثير عالمي وهو مهمة جدا استراتيجية لبناء منطقة الخليج الكبرى وتقترع الخطوط العريضة لخط الخمسية 14 أن تصبح منطقة الخليج الكبرى مستوى الأول رائدة في التنمية العالية الجودة. هي أيضا مهمة لهذه المنطقة الكبرى في استراتيجية لبناء بلد مبتكر ومجموعة البنية التحتية العلمية والتكنولوجية ذات المستوى العالمي تعزز البحث المناسقة للبحث للبحوث الأساسية والتكنولوجيا والتقنيات الأساسية الرئيسية. هذه هي شيء مهم جدا من الداخل. أما من الخارج فيمكن المساعدة على بناء الحزام والطريق كما قلت قبل قليل، يعني في بناء حزام الطريق يمكن أن تكون منطقة الخليج الكبرى التي تتمتع بظروفها ممتازة للتنمية الاقتصادية المواجهة لتثير بمثابة المحور الأساسي والدعم المهم للطريق الحرير البحري. يعني فهو هونغ كونغ وشنجن مجتمع يعني مسيرة المشتركة. هونغ كونغ يعني وشنجن هما يعني مع أعلى درجة في ترابط وأوثق وتعاون بين المدن ومنطقة الخليج الكبرى. والنظر لأنظمة مختلفة مع هناك أي يعني بينها المدينتين، يمكن التطوير هونغ كونغ باعتبارها مكان التسجيل لشركات مشاريع حزام الطريق المهمة. فيمكن نحن أردنا أن نعرف الخبرات والتجارب العالمية، فيمكن نحن سنسجل شركة في هونغ كونغ لأن هونغ كونغ هذه دائما تكون شركة العالمية ونحن نستفيد أيضا، نحن نربي هذه الشركات في داخل هونغ كونغ أولا ثم نحن سنشجع هذه الشركات
لتدخل وتخرج من باب الصين إلى العالم. أعتقد هذه هي مهمة جدا. وأيضا شنجن ممكن تكون هناك البنك والمخزن للاستثمارات وأيضا بإنتاج وصناعة لهونغ كونغ. أعتقد أن خلال هذه السنوات القريبة يعني السنوات الأخيرة تتورط وقد شاركت هونغ كونغ في منطقة الاستراتيجية الكبرى. أعتقد أنها ستشارك فيه وأيضا ستستفيد من بناية هذه منطقة الاستراتيجية الكبرى. وأيضا أستاذ فون نحن مزيد من هذا الموضوع يعني وأيضا نعلم في السنوات الأخيرة كثير من الشباب في منطقة هونغ كونغ وماكاو يذهبوا إلى يعني أماكن أخرى في منطقة الخليج الكبرى يعني للدراسة للعمل لعيش هناك. فيعني هم يقول نحن كلنا يعني سكان جميعنا يعني سكان في منطقة خليج الكبرى. ف يعني كيف نفهم العناصر الأساسية التي أسهمت في تحقيق ذلك؟ لأن يعد بناء منطقة الخليج الاستراتيجية الكبرى الوطنية يعني رئيسية تم تخطيطها يعني كما قمت قبل قليل يعني تحت إشراف من الأمين العام لحزب الشعب الصيني شي جين بينغ. وأيضا هي مبادرة رئيسية. وفي السنوات الأخيرة في ظل الإجراءات النشطة وترويج القوي لمنطقة كواندونغ يعني هذه منطقة ذات أسئلة كان بناء منطقة خليج كبرى مزدهرا وقد تم إحراز تقديم كبير من الإنجازات الملحوظة في بناء يعني مرتفعات يعني منطقة يعني راقية التي وسعت مساحة جديدة وأدخلت زخما جديدا لتنمية هونغ كونغ وماكاو وأثريت استمرار المعنى الجديد من مبارسة الدولة واحدة ونظامان. وأيضا يعني أظهرت حيوية دولة واحدة ونظامان يعني تسريع بناء بنية تحتية وتوصيلية صلبة. تم فتح خط سكة الحديد كواندونغ وشنجن وهونغ كونغ فائق سرعة وجسر هونغ كونغ ويعني ماكاو أمام حركة المرور. وافتتحت ميناء يعني ممكن نقول ليانغتانغ أو هذه منطقة يعني قد تم تسريع عدد من المشاريع الكبرى مثل ممر اتصال السعر. اليوم أصبحت شبكة النقل ثلاثية الأبعاد التي تغطي 11 مدينة أكثر كثافة. هذه هي من يعني في بناء البنية التحتية. وأيضا تم تحسين الآليات وأساس اتصالات ناعمة باستمرار وتتحول اختلاقات النظام إلى مزايا نظام المختلفة. وتم اكتشاف عن المنطقة قانونية الدولية التي تعكس التكامل العميق لقواعد وبناء نظام جديد يتكامل مع ماكاو على مستوى العالي من الانفتاح. وتم تعزيز ترابط بين أسواق المالية بشكل منظم. الموافقة على قائمة معايير منطقة الخليجية. فيمكن نقول إن هذه يعني منطقة يعني نقول هذا يصادف هذا العام لذكرى سنوات 25 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم. تمر هونغ كونغ بفترة دارجة من الانتقال من الحكم إلى إزهار. وقد أصبح إجماعا اجتماعيا واسعا للتركيز على تنمية وتسريع الاندماج في تنمية شاملة للبلد الذي من شأنها أن يعزز مشاركة هونغ كونغ النشطة في تنمية منطقة خليج كبرى. نعتقد أنه من خلال التزام وتعزيز دولة واحدة أو باستفادة جيدة من مزايا نظامين. وأيضا إن كواندونغ وهونغ كونغ وماكاو ستغتنم الفرص وستكون شجاعا في اكتشاف وتعمل معا لإنشاء نموذج تطوير جودة وترويج مستمر لبناء منطقة الخليج الكبرى. شكرا جزيلا أستاذ فو على هذه التعليقات. وأيضا نشكركم مرة أخرى على حضوركم عبر الإنترنت في برنامج صيني المال والأعمال. أعزائي المشاهدين إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء إلى حلقتنا القادمة.